سعيدة جدا بتواجدي معكم، ويعني هذه الالتفاتة ظريفة جدا، وكنشكر السيد رئيس الجمعية، السادة أعضاء الجمعية، الإخوان، السيدة الفنانة، فريمون زعما سي اون شي تري زيمي، ميرسي بوكو. بغيت نرجع بحال هكذا السيد الرئيس، لا عندك شي سادة الوزير. شكرا جزيلا، واللي يمكن لي نقول لكم بعدا كنهني هذه الجمعية، لأنه أنا تعرفت على الأستاذ ميزاد من الراديو مع لالا سناء. عندي واحد الحس صغير بالنسبة لالا سناء، وكان جاي طوندونس باش نتصنت لها، وواحد النهار اكتشفته في الراديو، واللي عجبني فيه هو أنه ما جبتناش عشاب، جبتنا طبيب صيدلي كيتكلم لنا على العشوب. فإذا يعني بالنسبه ليا المصداقيه ديالو ديك الساعه طلعت، لان كنقول هذا راه كيعرف علاش كيهضر. وعندي واحد السيده متبعه دائما في الدار، يمكن لي نقول لكم انني ما كنتصنتش عليه لان كنكون في الخدمه، ولكن السيده اللي عندي في الدار كنا كتقول لي راه الطبيب قال لك ما ديرش هادي، راه الطبيب قال لك شرب هادي. المهم حنا متبعين في الناس. اللي بغيت نقول لكم يعني اولا شكرا على هذا التكريم، والله يجازيكم بخير. جو سوي فريمون توشي لالا سمية العالمي، متشرفين وشكرا جزيلا. اللي بغيت نقول لكم، بغيت نقول لكم بان الجمعيه ديالكم هي جمعيه سباقه، وغادي نقول لكم علاش. جمعيه سباقه اللي خدات واحد البادره، وديك الشيء علاش قبلت انني نجي وانني نشارك معكم. نعم من اجل التكريم، وهذا كنعتز به وشكرا لكم، ولكن اللي اهم اكثر هو القيمه اللي عند هذه الجمعيه بالنسبه للوزاره ديالي، وبالنسبه للبيئه المغربيه، وبالنسبه للبلاد ديالنا. حنا الان على صعيد العالم كاينه مناقشات ومفاوضات عالميه، مفاوضات نحو المناخ وكاينها اللي كلكم سمعتوا عليها، ومفاوضات نحو التنوع البيولوجي. في هذا الاطار هذه المفاوضات، المغرب صادق على واحد الاتفاقيه اللي سميتها اتفاقيه ناغويا. والان وشنو كتقول هذه الاتفاقيه؟ كي كتعرفوا حنا البلدان ديالنا، البلدان الافريقيه على العموم والمغرب على الخصوص، عندنا اللي قال السي عماد عندنا الذهب الاخضر، وهذا الذهب الاخضر حنا كبرنا به. انا مازال عاقله فاش كنت صغيره كطلع لي السخانه، الوالده كدير لي الحامض والمخنزه، هادشي كنعرفوه. اذا حنا كبرنا عندنا الثقافه ديال الاعشاب، كبرنا هادشي كنعرفوه. العشابه ما عندناش غير هكذاك، ثقافه مغربيه.